السلام عليكم. طبعا انه المغرب عرف مجموعه من الاجراءات في هذه الاونه الاخيره، بالخصوص من يوم البارحه، حيث تم يعني القيام بمجموعه من الاجراءات الاحترازيه اللي تحد يعني من صلاحيتها ان تحد من انتشار مرض كورونا. وهذا مساله اللي هي محموده ومطلوبه في هذا الوقت هذا العصيب، فعلينا اننا نطبقوا هذه التعليمات ونلتزموا بها، نبقاو في المنازل ديالنا، كذلك يعني نتجنبوا الاختلاط يعني والالتماس بيناتنا، فهذا كفيل انه يعني يحد من هذا الفيروس هذا ومن هذا المرض هذا. والله يحفظنا جميعا، والله يحفظ الشعب المغربي باكمله، وشكرا. احنا في توريس كباقي المدن المغربيه وكباقي دول العالم، يعني هذا الوباء ديال فيروس كورونا اللي ولا كيجتاح الكره الارضيه بشكل عام، ضروري من الوقايه منه، لان كما كيقولوا الوقايه افضل من العلاج، والطرق الوقائيه يعني راه دابا تنشرت بواحد الشكل كبير، واي واحد ممكن يتعرف على المعلومات المهمه في هذا المجال هذا. المبادرات اللي قامت بها الحكومه هي مبادرات مزيانه، كنحبدوها لان باش يعني نقصوا من انتشار ديال هذا الوباء عن طريق يعني الحد من التجمعات، خصوصا ان عندنا بعض العادات اللي هي محموده، ولكن بالنسبه لهذه الوقيته هذه نحاولوا نقلوا منها ونحاولوا نتجنبوها كامله، مثلا مثل التصافح ونتسالموا بالوجه ونتعانقوا الى غير ذلك. كاين مساله اخرى اللي هي التهافت على الاطعمه، يعني لا داعي باش نخلقوا الفتنه، ونطلب من الجميع كفعاليه المجتمع المدني كمواطنين عاديين يكون تضامن بيناتنا، ويكون نقدموا النصيحه للناس اللي ما عارفينش ونشرحوا لهم الخطوره ديال هذا المرض هذا، وبالتضامن ديالنا اكيد اننا غادي نحدوا، ماشي غادي نقضيو عليه، وانما غادي نحدوا من هذا الوباء، وفي الاخير نطلبوا الله سبحانه وتعالى ينزل الرحمه ديالو علينا ويحد من هذه الاخطار هذه، ونتمنوا خير ونتفائلوا خير، والمؤمن مصاب كما كيقولوا، واللي كتبها الله علينا هي اللي غادي تكون. وحنا في من مدينه التويرت اليوم شفنا مجموعه ديال الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه المغربيه، من ضمن نتاعها هي الاجراء نتاع توقيف المساجد وايضا توقيف المقاهي ومجموعه من الاشياء يعني اللي كبيره. حنا هاد الاجراءات اللي اتخذوا هذا النهار كنشجعوا لهم الحكومه، كيبانوا لنا بلي اجراءات اللي يعني في اطار الصالح العام، يعني مزيانه باش نحاولوا باش نحاصروا هذا الفيروس قبل من الانتشار ديالو، لانه كيف ما كنقولوا انه ديما في هذه الاوقات العصيبه خاص يكون الواحد للكل والكل للواحد، باعتبار ان يد وحده ما كتصفقش. الا حنا كاملين بقينا جالسين وما واخدينش وكنستهزئوا بهذا الوضع وكنضحكوا وكنلعبوا، خاصنا نعرفوا انه هذا الوضع ممكن هاد المرض غدا يقيس واحد من العائله نتاعنا، يقيس الاباء نتاعنا ولا الاجداد نتاعنا ولا الاخوان نتاعنا، ممكن نفقدوا شي واحد معنا، غادي نعرفوا الاهميه تاع هذا المرض. ومن هذه الناحيه حنا كنحيوا الحكومه، كنحيوا جلاله الملك محمد السادس نصره الله على هاد الاوامر والتدخلات اللي كانوا ايجابيين وللصالح العام، وداكشي كنتمناو يعني باش هاد المرض ما ينتشرش، ونتمناو ايضا باش ما تمشيش هاد الامور بعيد، ونتمناو باش نسيطروا على هاد الوباء قبل الانتشار ديالو. السلام عليكم. بالنسبه للوباء المنتشر الان كوفيد 19 او الفيروس ديال كورونا، هو واحد المرض اللي منتشر في العالم وظاهره عالميه، وبالنسبه للقرارات اللي اتخذتها الحكومه في المغربيه هي قرارات جد جميله، انه مساعده على عدم انتشار الفيروس والحد من سرعته في الانتشار، لهذا توجب الاخذ الحيطه والحذر. وكنصيحه مني لجميع المواطنين انهم يبعدوا الاشاعات ويخليوا الجهات المختصه هي اللي تقوم بالبلاغات والارشادات باش يكون داكشي مزيان ووصل المواطن، وشكرا. السلام عليكم، انا مسير مقهى البساتين في مدينه تاوريرت. اليوم القرار ديال الوزاره ديال الداخليه نزل على انه باش نسدوا المقاهي، داكشي اللي درنا كما كتشوفوا دابا دخلنا الكراسه من حيث واحد الاجراء وقائي. حنايا كنعرف السلامه ديال المواطن كتهمنا اكثر من الارباح ديالنا،
حنايا خلينا غير ريستورون وولينا نخدموا غير لومبورتي على حساب الناس اللي ما كيقدروش يديروا الماكله في ديورهم. وهاد المبادره حنا راه حنايا مع الدوله كما كتشوفوا راه هادشي ما خصوش يستهزئ به، راه في الطاليان كانت 21 حاله قبل 15 يوم، دابا راه وصل 24 الف حاله. هادشي كنطلبوا من المواطنين حنا تيصحاب المقاهي وتصحاب المطاعم، حنايا بالنسبه اللي خصو شي حاجه نقدروا نجيبها له حتى للدار، ماشي كان حتى شي مشكل. وهاد المبادره خصنا نعموها في التراب الوطني كامل. حنا كما كتشوفوا من اللي كليون تاع هاد القهوه، وحتى حنا شباب وحنا متضامنين مع هاد المبادره تاع الحجر الصحي من اجل السلامه تاع الدوله ديالنا والسلامه تاع الشباب والسلامه تاعنا كاملين ووالدينا. ونطلبوا ربي كاع الشعب يتضامن كما تضامنوا الدول الاخرى من اجل المبادره تاع الحجر الصحي، وشكرا ونطلبوا ربي السلامه. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.